سبحان الله آخر مباراة يعني ما كان في مباراة معينة يعني أو اعتزال معين أو شيء، لا يعني كانت إصابة بعد الإصابة، وكانت الإصابة مو في مباراة صراحة، كان يعني باسر مباراة، كان أنا سبرنت أنا وطلال فأثبتت رجلي في الحفرة، يعني هذه اللي على قولتهم وقفت المشوار. يعني أنا مسكت يعني فريق الرماية، مدير فريق الرماية في الحرس الوطني، الآن أنا مدير فريق الطائرة في الحرس الوطني، الآن أنا مدير عام قطاع كامل. يعني أنا أكلمك أتعامل مع يومين أكثر من 350 لاعب يوميا من فضل الله، ما في مشاكل، ما في عقوبات، ما في يعني ما في أي ضرب، كل يعني كل الأعمار أو كل الفئات كلها ماشية من فضل الله. بالنسبة للجهاز الفني انتقاءه هي توافق، يعني كنفس اللاعب المحترف، أنت تشوف لاعب محترف تجيبه يطلع مو زين مثال، أو تجيبه يطلع ما شاء الله تبارك الرحمن مكسب وإضافة، نفس الموضوع. يعني في بعض المدربين جبناهم كان السي في، يعني أنا يعني هالموسم جبنا اثنين من صربيا، يعني السي في تبارك الرحمن، برو تدريب، برو إعداد بدني، برو، لكن سبحان الله بالملعب ما في إضافة، يعني تفاجأ أنه مو عارف يتصرف، أو التجربة برا الدولة اللي هو فيها عايش فيها وكذا، ممكن تكون ما قبل الأجواء، ما قبل الطريقة، ما قبل الجو، يعني هم كانوا جايين شهر 7 فهو بالملعب بيطالع السماء، يعني عرفت مو مصدق أن الحر هذا يعني موجود، عرفت ممكن هذه الأشياء كانت يعني ردت سلبية على المدرب. فيعني والله انا اقول المدربين نفس المحترفين، يعني تشوف سي في، تشوف شنو سوى، شنو عنده ميداليات، شنو عنده يعني الفكر ماله، شنو الدورات اللي مجتازها هني تجيب يعني، ولكن يعني اكثر شيء نقعد معاهم تاخذ وتعطي معاه. انت لما تكلم شخص تعرف الشخص هذا شنو عنده، شنو السي في ماله، الفكر ماله، شنو راح يقدمه، تساله. يعني انا قعدت مع 20 مدرب تقريبا، يعني انا من شهر 6 بلشت ل 8 شهرين قعدت مع تقريبا 20 مدرب، البعض أغنعني بكلام وكذا، والبعض لا والله، يعني طبعا مو تغليل من شخصه، لكن مش طموحي أو يبيله شوي، أنا رجل ممكن أنا إداري لكن أنا فني، أنا لاعب، ممكن هذا الشيء معطيني بلس، يعني اللي المدرب اللي مو زين أعرفه، يعني أنا فعلا أنا مدير قطاع، لكن هالميزة الفنية موجودة، يعني أنا أقرأ المدرب، أشوف تصرفاته، أشوف تبديلاته، يعني هذه لما أقعد يتفاجأ فيني المدرب إنه لا هذا الرجل إداري لكن قاعد يتكلم كلام، يعني كلام واحد فني وفاهم بعد، مو فني عادي، يعني عرفت. هذه الأشياء سهلت علي صراحة التعامل مع المدربين، التعامل مع المساعدين المدربين. يعني أذكر أنا كان تمرين خطأ، يعني تمرين خطأ ممكن المدرب يعني كان عنده فكرة، لكن أنا أذكرني وقفت التمرين قلت له ما يصير، أمس لاعبين مباراة اليوم بالتمرين سبرنتات، وهذا جهاد، يعني انا رجل تلعبت من تحت 12 ليه بطلت، ما في مدرب مر علي مباراه باكر تمرين قوي، ما يصير باكر يكون تمرين ريكفري يعني ريلاكس خفيف. فهو يعني صار عنده ردة فعل زعل، بس كلامي صح، عرفت يعني كلامي صح، غبلها يعني بشويه زعل، عرفت، لكن يعني بالنهايه انا لي صلاحيه اني لما اشوف الخطا اوقف عند الخطا. يعني احنا نجيبها على مثل تبي صاحبك، يقولون تبي صاحبك دوم عاتبك اليوم، يعني وقف أساس لا يتمادى بالخطأ، وقفه قول له ترى صار كذا كذا. يعني هذه أنا أشوف الربع يقول لا أنت شوي قاسي، لا أنا مو قاسي، أنا أعرف أن هذا خطأ، فأنا ما يصير أشوف الخطأ وألف عنه على قولتهم، لا إذا أبي المؤامر تطور من فضل الله. كانت البداية ما كانت زينة، يعني المراحل كانت كلها 21 يعني كانوا بالمركز العاشر، الآن المركز الثاني، المباراة الجاية مع القادسية إذا فزنا نصير المركز الأول، 15 من المركز 11 إلى مركز الخامس، الآن 19 الآن الثالث. فلما تعالج الأمور بعضهم يقول لا أنا بديت خطأ خلاص خنفلها، يعني عرفت، لا ما خطأ، يعني أنا أشوف أنه لا نعالج أحسن من مكمل بالخطأ، يعني على الأقل يقول تصل متأخرا خيرا من ألا تصل، يعني عرفت. الطائرة دايم لعبتهم الصبح، تمرينهم الصبح، عرفت يعني على قولتهم الضحى العود، يعني من بعد العشر. كرة القدم
تدري انت بعد صلاه العصر تبلش من الاربع من 3:30 نبدا الى تقريبا 6. ف والله الوقت لا بفضل الله يعني في راحه بالوقت، في وقت متاح يعني يمدي يعني اجي النادي 3:30 4 اطلع 8 اطلع 7:30 تدري انت. انا اول شيء اجي ملعب اشيك على الحضور، الكل حضر، الكل اوكي، الكل دش الملعب، بعدين اوكي توكل على الله بدأوا التمرين، في نواقص، في كذا، ترى محتاجين كذا، اوكي أو الاوراق، والله في كرنيه ما استلمناه، بعدين اروح الاداره، العمل الاداري، عمل اوراق، في طباعه، في استلام كرنيه، في بريد الكتروني وصل، نشوف طبعا رئيس النادي وهو رئيس الجهاز، فيا رئيس ترى موضوع 1-2-3 عندنا اللاعب الفلاني محتاجه مراي اللاعب الفلاني، فهذه الاشياء كلها يعني تاخذ وقت صراحه عرفت. فاتفاجئ انا الربع يقول ليش تاخر انت؟ قلت والله ما تاخر ما خلصت يعني، ما فعلا ما خلصت يعني، تجي 7:30 8 ما خلصت. سعد معقوله 4 ساعات بالنادي؟ قلت انا قبل لا اكثر من 4 ساعات يعني ايام المراحل السنيه لما كنت لاعب، لا كنت اجي العصر ليل المغرب بعدين العب مباراه سكه بعدين اروح المسبح. فبالعكس الحين 4 ساعات اغل من قبل لا والله اكثر، قبل نقعد اكثر يعني. النادي دايم هو البيت الثاني يعني، بيتنا الثاني النادي يعني، اصدقائك، الاداره، اصدقاء اخوانك، عرفت يعني موجود، انت موجود بالنادي تقريبا نص اليوم انت بالنادي. وانا يعني سبحان الله بالمدرسه كره قدم، ارجع البيت اريح شوي، العصر كره قدم، اريح بعد المغرب، بالليل طبعا الكويتيين مشهورين بلعب السكه يعني عرفت، بالليل سك مباريات يعني، باليوم عادي يعني نركض 15 كيلو عرفت يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن، فكنا مو حاسين يعني صراحه. كان الكابتن عادل صلبوخ الله يذكره بالخير، عادل دمه خفيف يعني عرفت، احنا كنا بلنتيات ضد وزاره الاوقاف، فانا اخر بلنتي نقوله نفوز وناخذ اجازاتنا كامله وناخذ كل شيء كامل، اضيعها راح نداوم صبح وراح ندش يعني بلويه الصبح عرفت. فانا حطيت الكره، بسم الله حطيت الكره، قال لي عادل ولا واحد سعد التفت ولا عادل، قال تكفى ما نبي نداوم صبح. يقول قلت له اقول ان شاء الله، قال لي ان شاء الله بس تكفى شوتها حيل ها يعني، كان يوصي بطريقه يعني. قلت له ابو عدله والله اذا كذي شكله راح اضيعها، قال لا والله ما ابي اداوم الصبح الله يخليك. سبحان الله شت الكره وتوفقت يعني حطيتها والحمد لله يعني، كان هو شايل هم يعني، يعني هذه يعني في كلمات قالها طبعا ما اقدر اذكرها يعني. انا عادل صربوخ امسي عليه بالخير يعني، من الاخوان الكبار اللي انا اعتز فيهم لعبت وياهم يعني، انا بفضل الله لعبت مع تبارك الرحمن نخبه يعني، اول ما صعدت 2005 خذوني المنتخب العسكري، كان كابتن صالح بريتشي مسي عليه بالخير، ومحمد كان ضابط الان ما شاء الله عميد رئيس نادي، رئيس نادي ضباط الحرس الوطني الان ما شاء الله برتبه عميد، ومحمد هو اللي يعني بلغني 2005 او 2006 قال لي احنا محتاجين وكذا، وايضا الكابتن محمد عبد الله المطيري لاعب العربي وعضو مجلس اداره الشباب، كان لعبت مع عبد الله عجب، لعبت مع نمر سعد، لعبت مع ابراهيم مرزوق، حمد مرزوق، يعني اسماء كانت يعني ثقيله صراحه، رزام عيسى، كابتن رزام عيسى مسي عليه، طبعا هذا رزام عيسى يعني يعني الكثير يعني عرفت، اخ وعزيز وكابتن كبير صراحه. والله يعني واجد اللي لعبت وياهم بفضل الله وتوفقت اني لعبت وياهم، ويعني الحمد لله فعلا انا كنت يعني كانوا فوقي لاعبين، ناس نصوحه، ناس تقول لك انت اخطات، ناس تعلمك تغومك، هذه أشياء يعني من مكاسب الحياة بفضل الله، أنا أشوفها من توفيق رب العالمين يعني ورضى الوالدين، التوفيق هذا كله اللي صار والأرزاق هذه اللي جت من فضل الله، هذه كلها من يعني دعاء رب، دعاء الوالدين وتوفيق رب العالمين. من الشخصيات اللي يعني كان ودي هي مسؤولة عني وأنا لاعب يعني، طبعا مسي عليه بالخير رئيس نادي النصر الحالي السيد خالد شريدة المطيري، وشريدة شخصية يعني ما حد يعرفها لما اللي يقرب منها شخصية، بما أني أنا مدير قطاع، رجل متواجد بشكل يومي، رجل يسأل عن صغيرة وكبيرة، رجل داعم للاعبين،
رجل حتى التمارين تبارك الرحمن يجي يشوف التمارين ويسأل المباريات. يعني أذكر أنا مباراة فاجأني مباراة في نادي الشباب، فاجأني أنه موجود ونزل تحت وكلم اللاعبين. فهذه الشخصيات هذه يعني قبل ما يعني في ناس بس ما كانت بهالمجهود أو بهالمثابرة. أيضا أخوي الغالي أحمد الصافي، أحمد الصافي نائب رئيس جهاز كرة القدم الآن في نادي النصر، يعني أستاذ في التعليم، مدرس تبارك الرحمن ورئيس قسم الجغرافيا في مدرسة في وزارة التربية، نائب رئيس جهاز، رجل يعني يقط من ماله على 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 الكرة، يعني عرفت، يعني رجل صراحة غل مثيلة. وطبعا أنا أسميه الرئيس الذهبي، يعني خلينا نقول الرئيس الذهبي رئيس نادي الكويت صراحة، يعني السيد خالد الغانم محمد تبارك الرحمن، كان ودي وأنا لاعب وهو مديري، يعني رجل كل العقوبات أو كل العقبات تلغى بحضوره، إذا حضر تلغى. يعني أنا يقولون أسأل مجرب، أنا صديق يعني كابتن فيصل زايد الحربي لاعب نادي الكويت، يعني رجل مع جميع الرياضيين، مع الجميع، يعني لا تقول لي لاعب نادي الكويت أو لاعبنا نادي الغاتسية، لا، أي رياضي عنده مشكلة، وأنا في ناس أعرفها معرفة شخصية كان عندها مشاكل وصلت حق محمد وتبارك الرحمن حلت الأمور كلها. يعني هذه الشخصيات اللي ودك تكون موجودة، اللي يدفع من حر ماله، اللي يساعد الجميع، ما يبي من أحد شيء. طبعا ما التغيت فيه السيد عبد الله الشاهين رئيس نادي رئيس الاتحاد الكويتي، لكن قاعد أسمع أن رجل يعني معسكرات من حسابه، دعم لاعبين من حسابه، تذليل جميع العقوبة العقبات الصعوبات اللي تواجه اللاعبين لاعبين المنتخب. يعني أنا أعرف المعسكرات، رجل على حسابه ما عنده مشكلة، أهم شيء بيحاول يطور كرة القدم، يحاول يطور منتخب الكويت. الشخصيات هذه كان ودك وانت لاعب تكون موجودة صراحة، يعني إضافة كبيرة مو إضافة صغيرة. أعتذر من الجميع اللي ممكن ما ذكرت اسمه، لكن أنا ممتن للجميع، جميع من تعاملت معاه، جميع من كنت لاعب عنده. الآن أنا يعني أنا كنت لاعب في كرة القدم ومارست كرة القدم، والآن أنا مسؤول في كرة القدم. الأشخاص، جميع الأشخاص اللي على هالمدى أنا ممتن لهم وآسف منهم وشكرا لهم، عرفت، وإن شاء الله كنا خفاف ما كنا ثقال إن شاء الله.